يعني أنا أتواجد الآن في ميدان الأربعين، هذا الميدان الذي انطلقت منه الشرارة الأولى لثورة 25 يناير عام 2011. اليوم تشهد مدينة السويس هدوءا تاما في كافة أنحاء المدينة، وهناك انتشار أمني مكثف بالقرب من المنشآت الحيوية ومن المجرى الملاحي لقناة السويس. جميع يعني المنشآت الحيوية هنا مؤمنة تأمينا تاما، كما أكد سيادة اللواء مجدي عبد الغفار مجدي عبد العال مدير أمن السويس، وهو معنا الآن في هذا اللقاء لكي يطلعنا على مزيد من التفاصيل حول الحالة الأمنية في هذا اليوم. أهلا بك سيادة اللواء. أهلا وسهلا فندم. سيادة اللواء، بالنسبة لي يعني الحالة الأمنية في محافظة السويس في الذكرى الخامسة لثورة 25 يناير. الحمد لله، زي ما أنت شايفها القوات الأمن منتشرة على ربوع مدينة السويس، سواء مداخلها أو مخارجها أو الأكمنة الحدودية. بالنسبة للأقوال الأمنية اللي بتربط الطرق كلها على نشاط وعلى حيوية، وأديك شايف وأنا واقف مع حضرتك في ميدان الأربعين اللي شهد مظاهر ثورة 25 يناير، وبعد الأحداث اللي حصلت في ميدان الأربعين كلنا واقفين في ميدان الأربعين أهو، وكل السادة الضباط والأفراد والقوات موجودة من الساعة 5 الصبح، وحتى الآن الحمد لله الأمور ماشية كويس، وإحنا بننتهز الفرصة وبنحيي شعب السويس بالمجهودات والتضحيات اللي هم عملوها من سنة ثورة 52، وبقول لهم بمناسبة عيد الشرطة كل سنة وأنتم طيبين، وإن شاء الله هتشوفوا، وأظن من ساعة شهر ولا شهرين الحالة الأمنية الحمد لله لأحسن والأفضل، وإن شاء الله أكون مزيد من الأمن للناس. وأهم حاجة بوصي عليها للسادة الضباط اللي بيشتغلوا معايا، أهم حاجة أمن وأمان المواطن في الشارع وفي بيته، وتحقق له كل أمانيه ان شاء الله السنه. بالنسبه لمحافظه السويس فهي يعني يوجد بها العديد من المنشات الحيويه، فيوجد المنطقه الصناعيه وايضا الممر الملاحي لقناه السويس وبعض المنشات الحيويه الاخرى، يعني نريد ان نطلع عن الحاله الامنيه لهذه المنشات. كل جميع المنشات الهامه والحيويه والمنشات الشرطيه في مأمن تام، المنطقه الصناعيه والمنطقه الصناعيه. بالنسبة لي يعني التظاهرات، هل خرجت اليوم تظاهرات أو فعاليات لبعض القوى والائتلافات أو غير ذلك من القوى الأخرى أو حتى أنصار الرئيس المعزول؟ لا، حتى الآن ما فيش أي حاجة، ولو لا قدر الله حصلت هنقابل أي مسيرة أو أي كل حسم وحسم، وهنطبق قانون عليهم. العفو يا فندم. العفو. سيادة اللواء مجدي عبد العال مدير أمن السويس، شكرا جزيلا لحضرتك. عفوا يا فندم. عفوا، كل سنة وانتم طيبين. إذا أيمن، يعني الحالة الأمنية هنا في مدينة السويس تبدو يعني على ما يرام، وأيضا يوجد هدوء تام في شوارع محافظة السويس، خاصة وأن هذه المحافظة يوجد بها العديد من المنشآت الحيوية وأيضا يوجد بها المنطقة الصناعية والممر الملاحي لقناة السويس، والحالة الأمنية في جميع هذه المناطق يعني مؤمنة تماما، إضافة إلى أن يعني لا يوجد أي دعوات للتظاهر أو الخروج اليوم في أي مسيرات سواء من القوى السياسية، وحتى الآن لم نشهد أي تظاهرات حتى من أنصار الرئيس المعزول. إليك أيمن مرة أخرى. بشكرك زميلي كريم رجب طبعا، وحواره مع سيادة اللواء مجدي عبد العال مدير أمن السويس، وطبعا